مساء الخير، قلنا اسمك ايه؟ بشرى ابراهيم. بشرى انت تاني سنه ليكي، بتتخصصي من تاني سنه ولا لسه؟ لا بتخصص من تاني سنه، التخصص بيجينا في اخر سنه اولى. في عندنا قسم عربيات كهرباء ده لسه فتح جديد السنه دي، في قسم سمكره ودهان، في قسم ميكاترونكس. انت تخصصك ايه؟ انا دخلت تخصص دهان. اشمعنى بقى دهان؟ انا حابه نظام تخصص الدهان والالوان والحاجات دي كلها، فممكن اطلع موهبتي ومميزاتي في تخصص الدهان. يعني انت اصلا بتحبي الالوان وشكلك كده، بتحبي الحاجات الفنيه او ليكي ميول فنيه. كنت جايبه كام في اعداديه؟ كنت جايبه 91%. 91% ما شاء الله، متفوقه يعني، شاطره جدا. طب هسالك سؤال، ما هو برضو يعني ممكن حد يقول بنوته وداخله تدرس حاجات ليها علاقه بالعربيات، ما حدش قال لك ايه التخصص الغريب دوت، او انت اصلا حسبتيها ازاي؟ في كتير قالوا لي ان التخصص مش هتعرفي تنجحي فيه، فاحنا اصلا كبنات عايزين ندخل التخصص عشان نبين ان احنا قد اي حاجه وقد التخصص اللي احنا ندخله، ما شاء الله يعني احنا متميزين وقد كل حاجه هنا في المدرسه، وطالعين متفوقين كمان وكل حاجه. مبسوطه في المدرسه هنا؟ مبسوطه جدا، انا اصلا من البحيره وجايه هنا مع اصحابي دعاء، عايشين هنا في سكن عشان المدرسه يعني وكده، سايبين اهلنا وجايين هنا في السكن. دعاء ازاي؟ الحمد لله. قولي لنا انت تخصصك ايه، انت برضو سنه ثانيه؟ لسه عندنا فاينل بكره، ده اخر يوم في سنه اولى ونبدا السنه كده بقى سنه ثانيه. انا اخترت تخصص سيارات كهربائيه. برضو انتوا يا بنات مختارين تخصصات صعبه وتقنيه ومعقده، قولي لي ايه اللي خلاكي تختاري التخصص ده؟ انا بحب الكهرباء، يعني احنا عندنا في مواد في سنه اولى ماده الكهرباء، انا حبيتها جدا ولقيت نفسي ان انا عارفه افكر فيها واحل فيها كويس جدا، فكرت ان انا اختار تخصص سيارات كهرباء. ثانيا يعني السيارات الكهرباء هي المستقبل، وفي دلوقتي هي منتشره جدا في السوق. برافو عليكي. ناويه تخلصي تشتغلي في ايه؟ واولا بتفكري انك انت اول ما تخلصي تشتغلي ولا عايزه تكملي الدراسه الجامعيه؟ الاثنين ان شاء الله، اكمل دراسه واشتغل في نفس الوقت عشان اتخرج من الجامعه معايا خبره ومعايا دراسه في نفس الوقت وشهاده. ما شاء الله عليكي. اغرب تعليق سمعتيه من حد من صحابك، من حد من قرايبك، من جيرانك؟ دي مدرسه فنيه وتتخرجوا بدبلون بالنون مش بالميم. بس لا يعني انا تكنولوجيا تطبيقيه. بتردي تقول لهم ايه؟ هو صراحه في ناس تستاهل ان احنا نرد عليها وناس لا، يعني الناس اللي هي بتحبطنا ما نردش عليها، الناس اللي هي عايزه تستفسر مش اكتر كده نرد عليها ونقول لها ان مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه وبتتخرج بشهادات عاليه، 3 شهادات الاي اتش كي والاس اي اس وشهاده من التربيه والتعليم. برافو عليكي. انت بتقولي دلوقتي حاجه مهمه جدا، اللي محتاج معلومه بنوصلها له وبنفهمها له، لكن اللي مش فاهم خالص واللي بينتقد وخلاص، ده ما فيش فايده ان احنا نضيع وقتنا. انت عندك هدف وماشيه الهدف دوت بوضوح وبتركيز وبتصميم، وهو ده المهم. عايزاكي بقى توجهي نصيحه لكل الطلبه والطالبات اللي بيسمعوكي دلوقتي وهم كمان في نفس المرحله دي ومترددين في اعدادي، ندخل مدرسه تكنولوجيه ولا لا، نخش ثانوي عادي ولا نفكر ازاي، قولي لهم نصيحه وقولي لهم تجربتك. هو حسب الميول، المكان اللي يوديك ليه ميولك روحه. انا ميولي جابني لمدرسه غبور تكنولوجيا سيارات، وانا ولما جيت انا ما كنتش حابه المجال بنسبه 100%، بس لما جيت واشتغلت ودرست ونزلت مراكز خدمه، بننزل مراكز خدمه ونزلنا السوق وشفنا وكمان شفت المناهج ودرستها وامتحنت، حبيت المجال اكتر واكتر. وانا اوعدك ان انا اي حاجه في عربيتي هجيبها لك. بالتوفيق. توفيق.